ليست طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كأي طائرة، فمفاجأة مدوية كشفتها المقاطع المصورة في قمرة القيادة تجعلها جيش متحرك في الهواء قادر على رد أي اعتداء في الجو يقصد الأمير السعودي. فما هي القصة؟ يحظى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطائرة عالية الجودة تساعده في قضاء رحلاته الكثيرة والمتتابعة رفقة قادة وزعماء العالم بمميزات أمان عالية وأنظمة دفاعية قادرة على صد أي عدوان في أحلك الظروف المناخية الصعبة وحماية الأمير من خروج عن النص جوا يقصده لشخصه. فطائرة الأمير محمد بن سلمان وأجهزتها الدفاعية والاتصالية لفتت الأنظار حول العالم لما تستخدمه من أنظمة متقدمة للحماية والأمن فيها، مثل هوائي ساتكوم الذي ظهر مثبتا على ظهر الطائرة وغيرها من أنظمة غير معلومة تتعلق بأنظمة الاتصالات والأنظمة الدفاعية. وعلى وقع مشاركة ولي العهد السعودي في غداء عمل على هامش حضوره قمة مجموعة العشرين التي انعقدت العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، وتداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة للحظة مغادرة الطائرة والتي ظهرت بمميزات دفاعية وأمان عال. وكذلك فإن الطائرة الخيالية التي يعتمدها محمد بن سلمان في زياراته الخارجية زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة وأجهزة اتصال خاصة لا تتوفر عنها معلومات داخل قمرة القيادة، وهو ما يجعلها قصر رئاسي متحرك مجهز بأحدث الأنظمة التي تساعد الأمير بن سلمان في التواصل مع قادة وزعماء العالم. ونظراً لشح المعلومات المتوفرة عن حيثيات الطائرة وأجهزتها المتطورة، ليس هناك ما يؤكد إذا كانت الطائرة الملكية السعودية تتوفر على أجهزة مضادة للصواريخ أم لا، كما في طائرات بعض القادة والزعماء الكبار حول العالم. لكن عدم وجود الـ ISR ولا حاويات الشعلات الحرارية يثير التساؤلات. فمعنى أن تفتقر الطائرة لمثل هذه الأجهزة والمستشعرات يعني أنها تفتقر لوجود التجهيزات المضادة للصواريخ على متنها، وما يؤكد تلك الحقيقة هو مرافقة المقاتلات الحربية من طراز F-15 في الأجواء السعودية، فيما كانت ترافقها المقاتلات الحربية المصرية من طراز الرافال وF-16 في الأجواء المصرية. لكنها ليست طائرة أسطورية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، إذ تشير بعض التقارير إلى أن طائرة ولي العهد السعودي تظهر في مقاطع الفيديو أنها تعمل بمحرك نفاث واحد، على عكس الكثير من طائرات القادة والزعماء حول العالم والتي تعمل بنفاثين اثنين، ففي حال إذا تعطل محرك يعمل الآخر. لكن في حالة الثانية لا يتمكن قائد الطائرة من التحكم بتوازن الطائرة، وهو ما أفادت به العديد من التغريدات، حيث أن الطائرة ليست خاصة بالأمير وحده وإنما تتبع وصول الطيران الخاص في الديوان الملكي، كما أنها لا تتبع الخطوط السعودية أو خطوط الطيران المدني وكذلك الحربي. لكن المثير للدهشة أن نظام الآي إنبلينج يوجد في كافة الطائرات المدنية، فهل تخفي الطائرة في طياتها أي مفاجآت أخرى تجعلها أسطورية؟